شكرا. بابا اتأخر وهيأخرنا كده على المحاضرة. ها سيبك بقى كده وقولي لي، باركت له على عيد ميلاده؟ اه باركت له. ها وقال لك ايه بقى؟ مفيش، شكرني ومشي. شكله بيتكسف يعني. مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ ادم جريء وب 100 لسان. مش عارفه كده، انا بيجي لي احساس انه معجب بيكي بس مش عاوز يتكلم. معجب بيا ايه بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عامه انا حاسه، وانا احساسي ما يخيبش ابدا. بطلي التخريف اللي انت بتقوليه يا هبه، انا وادم زي الاخوات متربيين مع بعض، يعني ما فيش ما بيننا التخريف ده. طب ما انا متربيه معاكم من زمان وبرضه بيهتم بيك انت زياده. بطلي هبل بقى يا هبه. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عمو عبيد؟ اهو الحمد لله عايشين بنكافح. اتأخرت ليه يا بابا؟ انت كده هتأخرني على المحاضرة. لا كله الا المحاضرات. انت عارفة السنة بتوقف عليها بكام؟ طب ايدك على 100 جنيه. 100 جنيه؟ ليه كفى الله الشر؟ اصل يا بابا في فستان عاجبني قوي وكنت محوشاله ومش ناقصني غير 100 جنيه. فاضل 100 جنيه ليه؟ امال الفستان ان شاء الله تمنه كام؟ حوالي 400. ايه ده؟ ليه؟ فستان معمول من الذهب؟ ايه يا عم عبيد، ده في فساتين بتعدي الالف والالفين. الله نبي ياخدت نقطنا بسكاتك بلا تقول دم. يلا يا بابا بقى هات ال 100 جنيه. طب ما تراجع نفسك يعني. اراجع نفسي في ايه يعني؟ دي عندك فساتين كتير، ده انت عندك يجي 5. بقولك ايه يا بابا، ما تخصمهم من مصروفي الشهر الجاي. وما هو من غير ما تقولي هو كده كده كان هيحصل، وما لك في كلمه. طب يلا بقى هات ال 100 جنيه. طب اقولك، ما تجيب ال 300 اللي انت محوشاهم على ال 100 اللي انا حدهم لك وافتح لك دكتور توفيق. الفستان يعني الفستان. طب ما كفايه 50. بطل بقى حركاتك دي يا بابا. امر لله، ما انت الحيله اللي طلعت بيها من الدنيا. اتفضلي. ايه دول يا بابا؟ مديني 100 جنيه خمسات، انت مش هتبطل حركاتك دي. ايوه كل 5 فوق 5 عشان البت اللي معاكي دي واضح ان عينيها مدوره والعين فلتت الحجر. ماشي يا بابا. سلام. 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 سلام يا اختي. انا عارف بنت طالعه ايدها مخرومه لمين، مع ان امها بخيله. سلام. انت عوض على تليفون. اخرت ليه يا مرزوق؟ انا دقيقه وكنت ماشيه. اعمل ايه بس يا بطه، كنت في الشغل ومش عارف اخلع. طب ما انا رنيت عليك كذا مره وسمعاك عمال تتكلم مع حد وعمال اقول لك الو الو وما بتردش عليا. اعمل ايه بس، الظابط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد، رحت فاتح عليك وقلت يمكن تسمعني وتفهم. خلاص عديها لك المره دي. لا قبل ما تعديها في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. ايه؟ وحشتيني. انت كمان. بجد؟ بس بجد بقى عايز اقول لك حاجه بجد بجد قوي يعني المره دي. ايه؟ بحبك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان انت بنت جدعة وبنت راجل. بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوة. حلوة قوي. زي القمر. وبموت فيك. ايه رايكم بقى يا شلمزات في عربيتي الجديده واللون الابيض؟ ايه سبيشال اوردر ما شاء الله يا معلم. مش لسه مغير عربيه الشهر اللي فات؟ كل شهر بتغير عربيه جديده. الله اكبر. في ايه يا عم انت؟ انا العربيات دي هوايتي، وبعدين دي لعبه الكبار. يا عم ده قالوا حراميه ومعاهم فلوس كتير. اللي بيته من ازاز يا حبوب، وبعدين ما انت خالك يعني اكبر حرامي في مصر القديمه. يا عم ده عمي مش خالي، انت هتحور كمان. تصدق ظلمته طلع عمه مش خاله. بقول لك ايه، الزبون لسه ما اكتشفش ان انا مونيكا اللي بتشتغل على الانترنت، اوعى تفضحني. ها صحيح يا وليد، انت ابن محظوظه، البت زي القمر انت معلقه على الفيسبوك مونيكا دي، هموت واعرف عاجبها فيك ايه. اوه انت ما شفتش بقى، بتخيل بقى يا ادم، انا بصياعتي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف اعلق بت بوزه زي دي. تعالى مونيكا. مونيكا بقول لك ايه، انت بتعمل معاها حاجه بقى كده ولا كده؟ وصلتوا لايه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني. فلت. ها فلت منك. كان عندك ميعاد انت معاها بقى، عمال تقول لنا مونيكا الساعه 2. فكرتني، انت فكرتني بالميعاد ده، انا لازم اطير دلوقتي حالا ان هي قاعده على نار مستنياني. كنتوا بقى كملوا الحوار بتاع صحابها بقى. حماده صحابها. يلا سلام يا جماعه. شير انت بقى، بس اوعى تخبط في حاجه وانت طاير. نمر ابن اللذين. بقول لكم ايه صحيح؟ ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهم اي حاجه من الاستبيان اللي طلب الدكتور ده. ولا حاجه، الدكتور عايزني اعمل استطلاع راي على اكبر مشكله بتقرق المجتمع المصري. أكبر مشكلة بتؤرق المجتمع المصري.
الله، ما روح لشغلك ليه يا عامر؟ مليش نفس اروح النهارده. مالكش نفس يعني ايه؟ هي رحلة يعني. هروح اعمل ايه؟ بروح اكل سندوتشات واشرب فشايات وانم على زمايلي، يعني ايه؟ مفيش حاجة مهمة. طيب قول الحمد لله بقى انك انت مش عاطل. انا عاطل برضو، عاطل يا صبرا، بس بمرتب. طب احمد ربنا بقى انهم بيدولك مرتب على كده. انا داخل انام، ابقوا صحوني على الفطار. يا ابني انت ما زهقتش نوم؟ يعني عايزانا اعمل ايه يا صبرا؟ تشوف لك اي شغلانه بعد الظهر تزود دخلك، تضيع وقتك. شغلانه؟ انا فاضل لي 4 سنين وبقى عندي 50 سنة. شغل ايه اللي هيقبلني دلوقتي في السن ده؟ وحتى لو قبلوني عاوزين شهاده خبره يا صبرا، وانت عارفه اختي الحكومه ما بتديش خبره. ايوه يا حبيبي، بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خلق ربنا؟ اتجوز؟ انت بتقولي احلام يا صبرا، الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقت كوابيس. والله بقت كوابيس يا صبرا، بقوم مفزوع منها طول الليل. انا بقوم بلاقي دمعتها على خد مش حاسس بيها. سايق عليك النبى يا صبرا، سايق عليك النبى اختي، ما تقلب على الموالي. هبقى كويس، هبقى كويس يا صبرا.